اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. كلنا فاهمين المثل ده غلط، لان جامع هنا مش مقصود بيها المسجد اللي احنا بنصلي فيه. لا، زمان كان في واحد اسمه جامع الاموال، الراجل دوت كان بيعدي على المصريين علشان يلم الضرايب بحسب قانون الالتزام، وكان اسمه الاقطاعي او الملتزم. ساعتها الاحوال كانت سيئة جدا، والمصريين ما كانش معهم حاجة يديها له من الاساس، فهنا ظهرت مقولة اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. وبيرتبط الحدث ده برضو بمثل تاني بيقول المصريين، ان لما يقترب معاد الجامع علشان يجي ياخد الاموال بيبتدي المصريين بيدبروا الفلوس علشان يديها له، فممكن تحصل له ظروف وما يجيش، وهنا بيقولوا بركة يا جامع.